شبكوكم؟ والله يبوكم يا الطيران شال بيتنا شل. ها ما تسمعون انتو؟ صباح الخير. How are you, Mr. Orange? اليوم Orange Orange. Good morning. صباح الخير. تمام. صباح الخير. هاريس, everybody is happy. You are coming back to Abu Dhabi. Thank you. Hey, والله. Everybody, they said we are happy to see. Hey, والله. But we miss you. How many months? How many months? Maybe 6 months. 6 months. I'm not ready. Huh? يا ربي. بكرة ready confirm. متى يستوي confirm يا رجال؟ الله والله شغلة. هاي يا 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 وين؟ عليكم السلام, صباح الخير. شو أخبارك؟ كل شيء زين؟ ما أدري إيش دراني. One two. Thank you. بارك الله فيك. زين بارك الله فيك. وين شامبي؟ شامبي أنا بقول زين. Thank you. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. How are you my brother? ماشي. بعد جوتي. أيوة. 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 رقم واحد. اليوم بين لك اسوي لك رياضه لان سهل الموضوع. ايه ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله. لا حبيبي في العين والله. كل يبي يرتب, يبي يرتب, يبي يعدل, يبي يسوي كل شيء روحه, ما يبي يعني اي شيء. شو حبيبي بدوارك. هاو ار يو؟ جود مورنينج. How's everything? Family, brother, mother, baby. كل زين. ما شاء الله. This is today. Who chose this dalle? Me. ما شاء الله. Thank you. Thank you for choosing this dalle. أسود. أسود. قاوة. قاوة. هي قلت إن الدلّة أول ما فتحه وده. ها. وين بيروح؟ العين. تصير العين؟ يلا وين القوة؟ وين القوة؟ قول قوي قوي قوي. وين القوة؟ بعد. عد عادي صلاح. يلا قولي سبعة. ثمانية. يلا. تسعة. كم؟ مية. مية. واحد. يلا بعد ثلاثة صلاح. شوف. شو؟ خمسة. ستة. ربع ساعة بسوي صلاح؟ عادي ربع ساعة؟ ساعة. ساعة لا بتموت. أبو ساعة؟ ربع ساعة يلا. The last time how many minutes? Last time? Last time I think 10 minutes. 10 minutes. اليوم بيزيدوا 5 دقائق ما عليه؟ عادي؟ صلاح يلا غني. يديك ابو الحصاني واسم امك نيراني. يلا الله يسلمك. ما يرقص ولا يعرف يرقص ولا يعرف يغني.
بس يسمع صلاح ما تبي تغني؟ لا على هواك. وين را الحين؟ وين الحين؟ وين دبي وجيرة؟ جيرة جيرة يا ربي يا سلام. قريب وجيرة يلا قول بتوصلوا لفجيرة خلاص؟ يوريك فجيرة صلاح ما شاء الله ما شاء الله وصلتوا لفجيرة خلاص صلاح. الحين وصلتوا لفجيرة انتوا صلاح ما شاء الله ما شاء الله مبروك مبروك يلا مبروك صلاح. نو كامينج اني مور خلاص انتل وينزداي. انتوا تدرون الثلاثة والأربعة وينزداي وتيوزداي هذه الاثنين اللي خربط بينهم لا اعرف هذا هو الثلاثة بالاربعة ولا الاربعة بالثلاثة كم مرة هكتبه كله انسى زين المهم ها دن خلاص يس سر صلاح باي باي قلت باي 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 سلام باي يا مبارك سلام مبارك ثانك يو ثانك يو ان شاء الله بيصب لي شاي اليوم لا اخ عليك شو نسيت كوت الدنيا تكويد ركز 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 ايوه بس يلا الحين انت قلت غلط 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 ما شيء غلط يلا قلت بسم الله قول بسم الله لله هب شيء لله بسم الله شيء لله يا العيد روس شيء لله بحي النفوس صلاح عجيب شو هذا تبنجح انت خلاص شكرا شكرا انسي هذا حين هذا ضوء حار ما ينسك وذي اللي كان هي وين صار وين صار اللي كان مزار الكوب هذا وين صار؟ طار وين طار؟ شو هذا؟ ما بدي اسمع هذا بسمع اخ عليك صح حار حبيبي ما ها اشوف ولا بارد بارد والله تجرب خيخ انت خيخ انا طلعت لهم خيخه اللي ما نمونه مساكم الله بالخير ظهرت الله يحفظكم قبل قبل الظهر بساعة المهم وصلت قبل ما يدن بربع ساعة تقريبا ميلة سلبطين أديت واجب العزاء في المغفور لبذ الله تعالى محمد بن سلطان اليوسف السويدي والله يغفر له ويصبر أهله ويخلف عليهم بالخلف الصالح يا رب العالمين انزيد بنخبركم عن قصة القصة هاي حصلت قبل كم من سنة يعني تليفون بابا انت تريد طباخ قلت هي عارف طباخ هاي كلام متى قبل 5-7 سنين تقريبا هي اريد طباخ قال عندي طباخ يعرف يطبخ اكل تايلندي اكل عراقي اكل سوري اكل ما خلى بلاد في الدنيا العودة الا قال لي والله يعرف يطبخ طباخهم قلت الحين انت لاقطني انا جنقري تقص علي كيف يعني هذا هندي عمره 33-34 سنة بيعرف يطبخ تايلندي والإيطالي والفرنسي وما أدري وين مال قرية ما أدري شو مال لا 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 ما خلى بلاد في الدنيا العودة تعد تذكر إلا قال يعرف يطبخ طباخهم من جميع الأطباق الرئيسية والستارتر والشوربات والسلطات في كل بقت أنت حينه صاحي قال أنا قلت لنا احنا ابوي عايزاني من هالرمسة انا ابوي ما بمنهم هاي اللي تقص عليهم انت انا ابوي ابا طباخ يعرف كل شيء لك ما تقول لي هذه عارف الدنيا كلها لانك كأنك تقول هذا دكتور
في العيون وفي الكبد وفي الريه وفي الضروس وفي الضروس يعني الاسنان زين وفي الجلديه والتجميل والشعر ولا لا لا, لا. معقول معقول يا دكتور شامل يعرف الدنيا هاي كلها؟ اكيد لا. فهو شي سوالي عن هالطباخ هذا هريس. والله شو بقول لكم، استوى بيني وبينه تحدي والله. قلت وين الاوراق؟ وياب لي والله الاوراق. المهم يبناه نحن الطباخ، يبناه ولان غليويسه. قلت انت الحين معقول انك انت تعرف هذا الشغل كله؟ قال نعم، هذا ابوي المنيو، هذا المنيو التايلندي، هذا المنيو الايطالي، وكم معاش؟ قال انا اريد 2000. قلت ماشي مشكله، بنعطيك ال 2000. خبرني شو القصه، كيف عرفت انت تسوي هذا اللي تقوله كله؟ بتيكم السالفه. نش قال لي انا كنت اشتغل في عمان عند الوزير فلان فلان الفلاني، وهذا الوزير دوم يجونهم ضيوف وساير وياي، تحيدون بعد رسميات وساير وياي بيت ما شاء الله من عائله كبير الوزير هذا الله يحفظه. قال لي مشغليني هناك انا معيوني، معيوني يغسل الوعيان في المطبخ، وخذ الصنع لمدة 4 سنين يشتغل عند هالطبابيخ اللي يفرم لهم بصل ويدق لهم الثوم ويقطع لهم ويغسل وعيانهم. ترى ابوي طول هالسنين كلها حفظ كل خدمتهم، هم يخدمونها هو حفظها، ما ادري شو استوى بينهم. المهم ما اطول عليكم السالفة، ابتدى في الشغل. ما يوم من ايام الله سوى شوربة شرات خطة، ما يوم من ايام الله سوى طبق حال حال اطباق الباجية. باهس ان قلت له هو ضاري عاد على مال بيت بيوت وزراء، هذا ابو فيه وما ادري، بس يقولوا لي نبغي 20 نوع اكل في البوفيه يسوي، مثل تحدون في المطاعم وتصير مطعم ماشي هنمونه وهنمونه تحت هذا الضوء اللابجة، وتي تاخذ من هذا وتاخذ من هذا وتاخذ من هذا هنمونه يسوي. قلت يا ابوك هذا ما بي حقنا نحن، هذا يبوك يصلح حق قصور. المهم يازل يا هنا، والعيال اول باي تموا يتهلعون على الاكل هذا مال المتطورين يعني. والمراد انه يعني تمينا نحن نحب لك المتطورين، لكن عاد مبدوم نحن طاري على العيش الابيض المقله والفوقه والتحته فنحن فريجي يحبون لك العربي يعني. هذا اكله كله افرنجي، افرنجي يعني، ومال المتطورين مثل ما قلت لكم مال المنيو، ويسوي الكباب انواع، التكب انواع، هل ما ادري شو، مليون نوع ونوع يخدم. والله واستمر ويانا هالكثر سن. لكن مشكلته شو هذا هريس؟ في سنته لازم مرتين يسافر او 3، ماما ما ادري شو بلا، وبابا ما ادري شو بلا، والبيت ما بيعزلهم وانا يعزل لي. قلت بزينه وشين برايه، لو بيصير 10 ايام فقير بيرد. والتذكره نلقط عدها مال اونلاين، تذكره ب700 ولا ب800 نفاد ينفذهن، يصير 2 3 اسابيع ويرد او 10 ايام ويرد. وتمينا على هالمنوال. يوم عد اخر وديه قبل 7 شهور داس ابوي على في درب، مشى شوي في درب، مشى في الدرب الضايع شوي، استويت يديه خفيف شيء بسيط يعني. المهم انا سفرته، قلت يا مرة وحدة بابا ما بقت ابدا. سرق وسار المطار، موجود على يوتيوب القصة، سار المطار وماخذ عني بيزات وماخذ معاش مقدم، وقال اني بيصير الحلاق، سار الحلاق وانا ياس اتمرن في الجيم. عقب شوية جايني مسج مقادرة سوريش ما ادري ايش قايل من مطار دبي. يمكن غلطانين. اتصلت في البيت، ها وين هريس؟ قال ابوي هريس ما حد، هريس الحلاق عنبو الحلاق من العصر وحين الساعة 10 في الليل. كلمت المطار قالوا نعم هذا ابوي مكفولك موجود عندنا وحين بيغادر، غيروا بدلوا اخروا جدموا مني منا. قال ابدا حمار لازم يجينا امر. انا شو اللي قهرني؟ اللي قهرني وزعلني اني بيني وبين فريجي انه يعني هم دوم ضده وانا وياه، هذا اللي سويت فيه طيب هالسنين كلها هذا ما سوى.
يعني سرق وسار، ما بدنا حينه سرق واعتراف. المهم سوينا ما سوينا نحي الترتيب، المهم زخوه ودوه ابوي ما ادري وين وليش وما ليش، المهم سووا له بصمه وما بصمه وعينك هاي احسن من هاي وعيب. المهم قلت ابوي انا بتنازل خلاص كنسلوا له ولا عاد اشوف وجهه، ونفل يوم كمل شهر، ولانه يتصل يصيح بابا وما ادري شو يا ما يرى له وعندك ودونك، واويت عليه كان تبون الصدق اويت ما عليك تسمعون لساني والله يا ابو كدنات الدوني خليني اصخ، اويت عليه نشينا وشلينا عن هذا المنع وما ادري ويا ود اخوك عن ابوك وما ادري ايش قايل، ولا لا سوينا له الويز ويا يا عاد قال بابا ايام سوري، قلنا له ابوي عفى الله عما سلف يلا عندك الحين هذيل 300 لو 400 كيلو في فاي قطعهن، وحين قال هذا يوم يقول لك ادب الخيل في بمبي، هذا ابوي ادب هريس في بيت خالد ادب هريس في بيت ابو محمد، حطينا لابوي تعذيب هذا تعزير 400 في كيلو في فاي قطعهن، كل قطعه كبر الرايبه ما وحده دور عن الثانيه، ناهيكم عن الزنجبيل والفلفل ولا لا 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 دنيا امور كلها بتشوفونه ورا بكره ان شاء الله، بنجهز ان شاء الله يوم الوقفه بنبتدي نخدم الاشار الهندي اللي بالفي فاي وبيكون على شرف هريس وبس. هذا الكلام هذا كله لجلي حاشريني كيف هذا اللص ويا كيف تخليه هي هي والله ليش تيب وليش عن ابوه ترى سارقنك وشرطه وما ادري ايش، قلت ابوي عفى الله عما سلف من عفى واصلح فاجره على الله، اجره على الله وعند الله واحد من الاثنين صح، استغفر الله العظيم. هل ان حديث ولا ايه قرانيه في دمكم ان شاء الله. المهم اقول لكم وحين الحمد لله من يبي من 10 ايام او 8 ايام، اليوم اللي هو واصل فيه حفيظ مسافر توايها وسلموا على بعض وسار، وهاي السالفة أمها وأبوها ورد حينه أبدا خدام جدام خدام جدام، ولا يقول لا كلمة لا عوية ولا مستظلة، لا كلمة عوية ولا مستظلة. يلا يوعان الحين وقت الغداء عادة، باي باي. قبل الباي باي هذه مساعدة منك يا الإنسان، إذا أنك يكون في قلبك رحمة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مش غلط انك تعطي فرصة، الفرصة الاولى والفرصة الثانية هب من الدات الدون، بس خدت في عمرك وتريت عليهم، لا ما حد معصوم عن الغلط، يا ما سوينا ويا ما لعبنا ويا ما ويا ما الحمد لله عفى الله عما سلف ومن تاب فأجر على الله. هي والله وسامحت وش المشكلة يعني، رد بخير وسهالة شو يعني ما بينقص شيء ملك الله. لو تشوفون المسجات المسلم لا يلدق من جحر مرتين وكيف تيب وليش 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 لا والله براي لدغة ولا ولي ما كانت قرصة عود قرصة صغيرونة وفقير واعتذر شو أسوي يعني، المشكلة ما شي شرات ما شي، إذا حد منكم بحياتكم لقى الطباخ هالنمونة اي ياخذ اللي يبا، ان كل خدمه في الدنيا العود لا وطيب وفقير وفي الشوفه وفي الاماره وكل يبتسم ولا يقول له والله يا ابوك لو تقول له جايين اليوم 100 ادمي سو 50 نوع اكل بيسوي كل الاكل هذا ولا بجهز له بسامانه وبيسوي لك من كل قطر اغنيه، والله يا ابوك يعني حتى 20,000 جليل عليه 2000 يفدن لا 2000 ولا 3 حتى ولا حتى الخمسه والله يفدنه. نعم عند الوادم اللي هو بيشتغل عندهم شغل وايد، اللي يعني نحن الحمد لله شغلنا ما بوايد، نحن شغلنا قل من دل ولا بكثر السائر وياي علينا انا وعيي لي، نحن دياي تسدنا دياي وحده تسد كيلو ونص عيش تسدنا. نعم الجو خيبه هذا اولا، ثاني اقول كم هي عفدولي عفد كيف تيب وهذا صروق وفعلت وتركت ولا لا 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 براي ابوي حلوه يغطي على بلواه حلواه يغطي على بلواه، يعني كل شيء فيه زين، سرق ودي وحده سرق ودي وحده مثل ما قالوا هل الباطنه ودي وحده ما تضيع وديه ما تضيع، يعني شو المشكله يعني
براي بوي براي انا راضب به وما عندي انا بوي ما بقصقص لا قص حتى موجوده على اليوتيوب لكن المشكله يسولي اللص واللص اللص واللص براي ما حد سرق الا الا هو بتيكم السالفه نش قال لي انا كنت اشتغل في عمان عند الوزير فلان فلان فلاني وهذا الوزير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك بابا كيف ماما كيف مدام سارة وموبي وأحمد سعود مدام ميرا سي سلامة كله أوكي وسي دعاء بيبي مالانا هذا كبير جميل هذا كويس كبير هذا جيرين سي دعاء أوكي إن شاء الله الحمد لله انا داخل في هذا الهنزين ماما بابا كل شيء سوا انا فرحان واجد ان شاء الله تنين شهر بعد يجي اوكي سوي دو واجد اوكي الله حافظ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير عن الزياره المسائيه لا بد ولا عذر صبح ومساء سمعتوها العباده استغفر الله هذه انا ابوي غرام الشير صبح ومساء صبح ومساء الحين هو ما يرون فقيري ينظف وايد تحت الزراعة السب شو السبه انه خاري خاري عشلتن وحدة عندهم خاري خاري ياسين اشتغلون شغل لها اول مال تالي يعبي لهم ابوي مية المياها مياها شو اسمه سيايرها مال نتشال ما تراب نتشال ما تراب سكسويد وياسين ابوي يدفنون تحت النخل تحت النخل ياسين يشلون تراب عد ما شاء الله مستوي هاي ذاهبة ما يصفر كان ريتو يبلغ لكن ما قد يصفر هذا حين كل برتقال بسرة لكنه من النوع اللي ما يصفر غادي هالنمونة هذا ما بسرها غير بعد نمونته هذا من عند البيرك بعد عند حمد البيرك شو ما شاء الله أمس كلت أنا وحدة هم يابون إياها يوم يبونها فيها حب وحدة لكنها شكر أمس قصيت أنا وحدة ما كانت شكر ما أدري هناك ظاهر عندهم غير شكر لكن ما بشكر وايد ما شاء الله ما بشكر وايد شكر حلوة لكن اليوم جايبينها هي من عندهم شكر ريج كانت هي نعم شو يوم أقولكم يوم يظهر حين يروح روح يصير ويموت السبب ها شوفوا تضربه الشمس فاللي يظهر حين الورد هذا مرة محل يتفود منه هذا فلذلك هي هاي هي وزراعته زرعتها وقلها واحد زين هاي المزروعة على الموسم تلقطها هالنمونة الموسم زراعة متى البذر بذر في شهر 7 مثل ما قلت لكم وتتنزل للأرض في شهر 10 أول ظهور السهيل هرمل العين ميوب هذا هو دريول ويساعد هذاك شامبي ما قال أنا دريول وأودي شرق وغرب واشتغل لا حط يديه بيدير بيعه وتشتغلونها ما شاء الله غير هالنمونة ما يستوي غير هالنمونة ما يستوي دق الحال اللي يمها يم الله راس عدوان الله يمها يم غرب الله تعدوه خطأ بغيت أجتله شو ترتيبنا كيف هنا الماء في هذا السيد اللي خاري وقرب هاب ويلاقيها ما ولا شياته إلا هبدا ترتوي من بعيد لبعيد وهذا هو الزين وهذا هو الصح السلام عليكم ايه بعد شاي ابوي تمت كم زورة هاي فيها كان شليت مرة واحدة هذا باقي كم زورة فيها ليش ما شليت كنسل مرة واحد بلاتك انت يا المنهج يا الله بغيت اجتله شوف ما شاء الله هاي طريقة ما بكلهن نحط طابوقتين شيء منهن طابوقة وندك الدور مدارها رمل وشيء منهن أبو طابوقتين هاي اللي شو اللي عروقها ظاهرات خاري هالنمونة دكينا أبو رمل على ما تشوفون ويازم الماء خاري هنا طرف هذا على هالمنوال يلا بارك الله فيك بارك الله فيك متى خلاص هذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فوق 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 ما شاء الله ما شاء الله
ما شاء الله. شوف ايش قال رتبه، ترتيب زين رقم واحد، والله لا ييتم ولا عنيت روح، ما شاء الله تبارك الرحمن. يوم العامل او الاجير اللي عندك تعامله حال حال ولدك وتضحك وتمزح وياه وتسوي سوالف، يشتغل كأنه يشتغل في بيته، ما يشتغل كأنه يشتغل عند معازي ولا عند ناس ولا شياته، يشتغل من الخاطر. قلت لكم نادرة هنتين عندي، هذه عند الباب وحدة وهذه الثانية. بعدين عادة بعدها ترى حين بيحت اشترى منه شيء بيحت، ما شاء الله. هذه نادرة ما شاء الله تبارك الرحمن. بتقولون ليش نادرة؟ اللي توي يشوف يعني ما يعرف بنخبره ليش نادرة. هذه نخبركم ليش نادرة. هذه نادرة. لأنها بلية طعام ما شاء الله بعدني تحلو. هاي نادرة. عرفتوا ليش اسمها نادرة؟ أقول لكم بحطكم حساب الانستغرام مال تمركو. تمركو هذا حساب شاب إماراتي بن حاذه المرر، هذا عالم في النخيل تبارك الرحمن، شاب ثقافة وعلم ودين، واللي مهتم في عالم النخل ويبقى يزيد في دراية ولا في علم ويبي عنده استفسار ولا عنده علم ولا خبر يقدر يدخل الحساب هذا شيك عليه، وبتلقطونه بكل اللي سركم. حساب استغرام بن حاذ المرر، راشد بن حاذ المرر، حساب مميز. انتم تدخلون روحكم بتشكروني من تدخلون الحساب وتشيكون. هذا يخص منه ليه مهتم في النخل، ليه مهتم في عالم النخيل، ليه ما مهتم في عالم النخيل، لا يكبتر على الحساب ولا يخص في الحساب، لأن الحساب هذا فقط للنخل، ما شيء ثاني للنخل ومشتقاته، طريقة التنبيت والخلابة متى والعلاج وكيفية محافظة على النخلة وكل شيء كل شيء كل شيء بتلقطونه عنده إن شاء الله. إن شاء الله أني حين بحط لكم الحساب وروحكم بتستفيدون إن شاء الله، والأجر إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى. راشد ما شاء الله شاب طموح ويخدم ناس وايدة تبارك الرحمن ما شاء الله عليه. أمس الجيت كم مرة في يوم كنا في مهرجان لي ولا الرطب، جزاه الله خير، مجتهد ويبذل قصارى جهده لخدمة المجتمع، فلذلك هذا حسابه أبوي غير ربحي وغير مش مال بيع ومشترى، بحسابه فقط للعناية وزيادة إنتاجية النخل نمو بتحسين النخلة ومنتوجها، هبل من يوطيج لا تحسين جودة نخل أو جودة الرطب، ما بلا زراعة على الفاضي، لا تحسين الجودة، يكون النوع مختلف وجيد ويعني يتحسن. مشارك بعد ما شاء الله عليه، شارك في عدة نخب وخذ أرقام جميلة، خذ أرقام ما شاء الله عليه جميل جميل ما شاء الله. غرب الله تكت يا شو اسمه هذا، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي زاهب ولا شلها، شلم ما شل يدي، استغفر الله العظيم. قايل لله انا زين بعدها ما ضربت لحقنا عليها، هاي كل زاهبات الحين قايل لله انا تخليهن يبطن لان ابطا. بسم الله الرحمن الرحيم، كلهم بالغات، وهذه هنا كلهم بالغات. يا ربي منك عيزني والله من كثر ما رمسه. كل هذا زاهب حينه. بسم الله الرحمن الرحيم. اي والله المكان والموقع كلكم تعرفون وين بعد. ما شاء الله عليك، روح 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 روح، الله يحفظك ما شاء الله. من انت ابوي؟ ايش اسمك بارك الله فيك؟ ايش اسمك انت؟ ما والله مليون النعم. مرحبا 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 اسماعيل، مرحبا مرحبا عيال محمد،
روح أبد قدامي أقول كم حليلة. طيب موقعين تعرفون وين الجمع؟ ما يبالي كلام، أموري طيبة، كل شيء زين، ما ظهرت مكان مسؤولية في العصر من البيت إلا استردت بساماني اللي حطينا الأتشار حق الأتشار ويزهبون وقع حد يقطع وحد يفرم. بنبتدي الشغل ورا بكرة إن شاء الله، الشغل بنبتدي ورا بكرة. محمد كابتن محمد تعال لو سمحت. أهلين، كيف حالك كابتن؟ علومك ما شدي فنان مورد الأصفر غادي حياة كل حتة. والله انت اللي ما شاء الله لابس وردي وما شاء الله شفت والله. يا سلام، تعال نصور عند بعض والله الاصفر والوردي مجتمعين. اي والله حلو. اي والله شفت ما شاء الله. كيف حالك كابتن؟ الحمد لله تمام والله.